العنوان مجسر للمشاة، النتيجة لم يمشي عليه أحد، فقد انهار حتى قبل افتتاحه، والأسباب باتت معروفة عند الجميع، وهي فساد وسوء الشركات المنفذة وطمع وجشع إداراتها. مشروع مجسر ناحية المعتصم، صراحة المنطقة كلها كيفت بهذا المشروع، لكن تفاجأنا البارحة بسقوط هذا المجسر. فنطالب نقول من أي واحد مسؤول على هذا المجسر بأنه يفتح لنا تحقيق بهذا الفشل، ومن كان المسبب بهذا الفشل. يعني هذا المجسر لو ساقط في يعني بعد ما ينجز تمام، هو بيخلل في إنجازه، وساقط بهاي الطلاب اللي هم كلهم أعمارهم من 7 سنوات إلى 12 سنة، كان كارثة. يعني هذا هو يعني يعتبر فساد مستمر، وعمل هذا يعني ما أعتقد أنا إلى داعي، يعني ولا تحتاج المنطقة. المنطقة تحتاج مستشفيات، تحتاج مدارس، تحتاج خدمات أخرى، تحتاج بيانات، تبليغ. مواطنون في ناحية المعتصم طالبوا الجهات المعنية التحقيق ومحاسبة المقصر، مذكرين بخطورة هذه الأعمال إذا ما نفذت بهذه الطريقة كمشاريع الفساد السابقة. فتت من هنا على ما لفت وقع ورا، يعني لو لا سمح الله وقع لواحد أو كامل نعتبره كمل وانجز، مو وصعدوا التلاميذ طلاب 50-60 واحد وقع، ايش قد راح يموت منهم؟ المقصر منه المهندس الاساسي. مشاريع فاشله، يعني شوفت عينك الجسير واقع، ها يعني ما صار له من تناصب يلا صار له 10 ايام وقع من الهواء وقع، يعني ما جت لا تاثيرات مثلا مناخيه، لا جت مثلا عواصف اخرى وثانيه. لو تجي تصور ذيك الارصفه كفيلك الله كلها دايسه وما صار لها اسبوع زمان، يعني هذا الانترلوك مو انت كلش ضعيفه. الصور اول ما جابوه انفطر، يعني كيف ما اذا راح يطول شهر او شهرين، ما راح يطول يعني على هذا شغلهم. النتيجة الكارثية التي كادت أن تحدث بانهيار هذا الجسر انتهت بدفع الله ما كان أعظم، ولكن استمرار الفساد والمفسدين في أداء المشاريع لا بد من إنهائه والبدء بصفحة إعمار وبناء حقيقية. من صلاح الدين فراس الحسني، قناة التغيير.